السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں قنوت نازلہ مکمل عربی میں سیکھیں گے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين واخذل الكفار والمشركين وأهلك الكفار والمشركين. وصلى الله على النبي. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.